السلام عليكم. تداول ناشطون على منصة الفيسبوك في الساعة الأخيرة فيديو أحزن الجميع لمواطن جزائري بسيط، ولن تصدق ما حدث له في الفيضانات الأخيرة والتي ضربت عدة ولايات جزائرية. ولا تخلو صفحات التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة من الحديث عن المواطن البسيط والذي كان يقطع طريق وفجأة سقط منه كيس مليء بالخضر وجرفتها سيول الأمطار. وقال ناشطون أن هذا الرجل المسكين ربما عمل يوما كاملا من أجل العودة بهذا الكيس لأبنائه.